هنتكلم عن التحويل، بس كلمني عن البالون. وانا ليه اصحاب كتير عملوا موضوع البالون ده، اشرح لي ايه الفرق بينه وبين كان زمان في كان في حاجه كده كان اسمها بالون برضو البالون كلهم اسمهم بالون. بالون فكره بدات في الثمانينات، جابوا بالونه كده صغيره كانت شبه الكان بتاع الحاجه الساقعه، فما كانتش كافيه وعملت مشاكل كتير، وقفت البالون. وبعدين رجعوا تاني عملوا بالون جديد بمواصفات جديده، ان هو مدور سفيريكال زي كوره كده، لما يتملي حوالي 550 او 600 ملي لتر من السائل، وبيبقى جوه المعده، فبياخد حيز من المعده كبير جدا، عين ما بيقدرش ياكل كويس، والاكل بيقعد في المعده وقت اطول كتير عقبال ما يتهضم، عقبال ما ينزل من حوالين البالون. بس ده بالمنظار بيتعمل ولا بيتعمل ازاي؟ البالون طبعا بيتعمل بالمنظار، لكن في بالون جديد طالع اللي هو بنسميه كبسوله، ده بيتحط من غير منظار وما بيتشالش، التكنولوجي بتاعه بيتبلع بالظبط، بيتبلع وهو فيه خيط رفيع جدا اتاش للكبسوله دي، ولما بيوصل للمعده بنعرف عن طريق اشعه ان هو خلاص الكبسوله دي جوه المعده، بنملاها بقى عن طريق الخيط ده، ونملاها الى حجم برضو نفس حجم البالون او اصغر شويه من البالون التقليدي. مميزاتها انها بدون منظار، بدون تخدير، وحتى بعد الفتره الاربع شهور هي بتدوب لوحدها وبتنزل، مش محتاج ادخل اجيبها بالمنظار. فدي بالنسبه لبعض الناس بيجدوا انها ميزه كبيره جدا. انا بشوف ان ممكن يكون في مشكله، طب لو في قرحه في المعده ما ينفعش اركب بالون. المنظار اللي البالون العادي اللي بيتعمل بالمنظار بيديني فرصه ان انا اعمل منظار واشوف في موانع لتركيب البالون ولا لا. افرض حد عنده ارتجاع مريء من الدرجه الثالثه او الرابعه، ده مش هينفع اركب له. حد عنده قرحه في المعده، ده مش هينفع اركب له. اقول له هارد لك، بعد ما ينام ياخد تخدير، يصحى اقول له لا ما ركبناش ومش هينفع تركب بالون. فالبالون الكبسول رغم ان ميزته انه بيتعمل من غير منظار، لكن ممكن تكون هذه الميزه هي نفسها العيب، فبالتالي باخد وقت اطول ان انا اخد هيستوري وتاريخ مرضي كويس للعيان. انت معدتك كويسه؟ بتشتكي من حاجه لما بتاكل؟ ولما اطمن انه في الغالب هو معدته كويسه ممكن يركب. بتتبلع كبسوله؟ بتتبلع العين هو صاحي بيحطها في بقه ويبرع شويه ميه، بيشرب ميه كانه بيبلع قرص انتبيوتك. ازاي هي على فكره كبسوله بس بتتحول الى بالون؟ ايوه، انت بتملاها بحاجه ولا هي بتنفش لوحدها؟ الكبسوله دي ليها اتاتشت ليها فتله كده او انبوبه رفيعه جدا، فطول ما هي نازله الفتله دي وان اند عندي بره والتاني جوه في البالون، فلما البالونه توصل المعده بملاها وبعدين بشيل الفتله دي خلاص. بتملاها من البق يعني ولا بنملاها من الانبوب اللي هو طالع من البالون من الكبسول، كبسوله تيوب يعني وتيوب انبوبه رفيعه جدا وطويله اتاتشت للكبسوله دي. ايوه انا قصدي وانت بتبلعها يعني، انت يعني احنا بنشوفها دلوقتي تبلعها بالزبط. دي الكبسوله اللي هي ممسوكه في الايد دي، وشايف حضرتك في تيوب اتاتشت للبالون. ايوه الكبسوله دي بتتبلع، والتيوب ده هي لما توصل المعده تيوب ده لسه موجودة برا. لسه بره فمن خلال هذا التيوب بملى البالونه، لما تتملي بتبقى الصوره اللي على اليمين او دلوقتي على الشمال، فلما بتتملي بتاخد الحجم ده بتبقى باللون. لان في ناس كتير فاكره انها كبسوله وبتفضل كبسوله، ده مش حقيقي، هي معموله من ماده رفيعه قوي فقدروا يطبوها على بعض 100,000 حته بقت كبسوله. البالونه القديمه اللي احنا لسه شايفينها بقى دي اللي هي كانت بالونه طويله كده، دي لازم تركب بالمنظار. طيب هي دلوقتي ماشي ملت المعده بعد كده دابت، طب ما هنرجع ناكل تاني بالظبط. طب مش بس كده، طب في البالونه التقليديه اللي هي مش بتدوب، انا بشيل البالونه بعد 6 شهور او بعد سنه، في بالونات دلوقتي مصممه انها تقعد سنه، ف ايه اللي هيحصل بعد ما نشيل البالون؟ ده كلام لازم يتقال بوضوح لكل الناس. لو كنت في خلال فتره وجود البالون اتعودت على نظام غذائي جديد ورحت للدكتور اشاري وعملت مجهود انك انت تغير اللايف ستايل بتاعك، ونلغي كلمه ريجيم، انا بقول له انت من هنا ورايح النظام بتاعك الغذائي هو كذا، مش هعمل ريجيم شهر او شهرين. لو نجحت في ده يبقى لما تشيل البالونه انت تمام ومش هترجع لوزنك الاولاني. فهي بتساعدك تعملك البوش بالظبط بتاعه انك تخس، وبعدين عليك ان تلتزم بنظام غذائي. ولو ده ما حصلش ناس كتير من اللي بيركبوا البالون بيرجعوا لوزنهم الاولاني بعد ما يخسوا، يعني بيبقى نجح وبعد كده يلاقي نفسه بيرجع للوزن الاولاني. شاري برضو مع البالون بقى النظام الغذائي بيبقى ايه؟ هو نفس زي ما دكتور حسام بيقول كده، احنا محتاجين في الفتره دي نستغلها، هو ما بيبقاش قادر ياكل واو، فهو بيعدي برضو بنفس المراحل بس مختصره شويه بتاعه العمليات، بيبقى سوائل في الاول، لكن هو اهم ان احنا في هذه الفتره نقدر نغير الهابتس. هو يعني انا لما اديكي دايت
او يعني نغير شويه في الاكل بتاعنا، انت مش قادره تنفذيه دلوقتي، عندك حاجه ماليه بطنك، انا مش قادره اصلا ابص في الاكل. طب صومي مثلا 14 ساعه، انا اصلا مش قادره ابص في الاكل. فده بنستغل الفرصه دي هي ان احنا نقدر نغير ونحسن مقاومه الانسولين بتاعنا، نحسن نقدر نتحرك شويه، بحيث انه لما ننجز النزول بتاعنا سواء بقى النوع ده او هتتشال او هتنزل لوحدها، يبقى احنا عندنا حاجه عارفين ازاي في الاخر، في اخر النظام ازاي هنمنتين ده. طيب قبل ما اخرج فاصل، ايه ثلاث حاجات سواء عملنا سليف او عملنا بالون لازم المريض او يعني اللي عمل العمليه دي يلتزم بيها او ما ياخدهاش؟ او يعني لازم يلتزم انه يكتب وياخد باله هو بيعمل ايه. يعني لازم يبقى واعي جدا، يتوزن وياخد باله. الفتره دي مهمه جدا، لازم ليه متابعات ياخدها. احنا بنقعد نتحايل على العيانين هنا وهنا، هم حاسين انه عملوا حاجه سحريه جدا، انا خدت البالونه او عملت عمليه انا خلاص مش عايز اعمل نظام غذائي. لا، انت لازم تلتزم بده. الحاجه الثالثه انه لازم يتحرك، نستغل برضو الفرصه دي انه لازم يتحرك عشان يبقى اكتسب الهابت النهائي. طب هنخرج فاصل قصير، بعد الفاصل عايز اسمع دكتور خالد عن تحويل المسار، ونشوف هل في اثار جانبيه للبالون ولا لا، ونتكلم برضو على الاوزيمبيك اللي هو الحقن الجديده، اكيد فيها انواع مختلفه. اسمها جي ال بي 1 جروب. الاوزيمبيك ده اسم تجاري لوحده. اسم التجاري. طيب